يا صباح الخير عليكم اعزائي مشاهدين قناه الصحه والجمال وبرنامج حكايتي. وحشتوني قوي من يوم الثلاث اللي فات، وان الحلقه معايا النهارده برضه هتبقى حلقه خفيفه جميله زي الحلقه اللي فاتت. الحلقه اللي فاتت طبعا كنت جايبه لكم ورد وتفاؤل وسعاده، والحلقه النهارده زيها بالظبط بس حاجه تجميل. واحنا عارفين طبعا الحاجات التجميليه بتدينا وبتدي السيدات سعاده وفرحه. فهنبتدي النهارده الفقره الاولى معايا استاذ بسام موسى، اكبر وكيل شعر في مصر. الله يخليك. ازيك يا استاذ بسام؟ نورتني ونورت البرنامج. الله يخليك. استاذ بسام بقى، عايزين قبل ما نبدا اي حاجه تقريبا عايزين نعرف جنسيه حضرتك. هو حضرتك مصري ولا؟ انا الجنسيه لبناني بس القلب لبناني. مصري. القلب مصري طبعا. اوكي، يعني حضرتك لبناني والقلب مصري طبعا. خلاص يعني مصري. مصري. طيب عايزين بقى نعرف الشعر ده بتجيبه منين يا استاذ بسام؟ انا عندي له كذا مصدر، عندي اندونيسيا، عندي الصين، عندي البرازيل، كذا مصدر، واكيد كله شعر طبيعي. يعني الشعر كله طبيعي طبعًا. عشان في ناس بتيجي تقول لك انا ركبت الشعر وجاي اعمله في حاجات منه ساحت، بيبقوا مدخلين فيه شعر اسمه. احنا عندنا شعر اسباني، انا بجيب الشعر مقصوص ومربوط يعني 100% طبيعي، بعدين بنحطه بالمعمل عندنا بيشتغلوا فيه، يا بيعملوا اكستنشن يا بيعملوا تيب يا بيعملوا كذا شيء. يعني حضرتك الشعر حضرتك انت اللي بتصنعه، يعني انت اللي بتعمله طبعًا. على حسب. اوكي، مش مجرد ان هو بتجيب شعر لا لا لا. وخلاص، ما نوثقش فيهم ده من اي تو زد يعني. طبعا. اوكي ممكن. طيب تقريبا كده، يعني من غير حسد يعني، بس تقريبا كم مركز بتقدر تصدر لهم في مصر الشعر؟ او لا، في مصر انا عم بعطي الشباب اللي هن لبانيستات شادي وفادي. اوكي. بثلاث فروعهم طبعا، فادي وشادي ليهم احلى تحيه مني خصوصا. طبعا كمان تحيه كبيره لهم. عم نعطيهم لانه للشباب. فهن عندهم ثلاث فروع. عم نعطيهم كلهم، في اللي بحب حدا يعني يروح لعندهم على حي الله صالون. ونحن ما فيش مشكله عشان يعني. في ناس بتروح تركب شعر وتقول لك ده ارخص، فتروح تركب شعر بعدين بعد كده ترجع تعيط تقول لك ده انا نص الشعر وقع بعد شهرين، ده انا الشعر بقى فاضي. لا، احنا شعري مكفول وهن في اكيب بكل صالون جاهز. بيستلموا زبون بيراقبوا كل شيء، ما في كفاله. طيب انا واحده دلوقتي شعري قصير او خفيف او اي حاجه، عايزه اجي لك اقول لك انا عايزه اركب شعر، بتعرف ازاي نوع تركيبه الشعر اللي هتليق على شعري؟ طبعا اذا انت شعرك من فوق خفيف ما فينا نركب من تحت عبي او سميك. أوكي. بيطلع في غلط، لازم امشي مع نوع شعرك انت. كيف شعرك بيمشي انا بيمشي معه. يعني في تركيبات شعر بتبقى من فوق خفيفه ومن تحت خفيفه تليق مع الشعر الخفيف. صحيح، بس ما في اذا فوق عبي وتحت حط لك خفيف، بالعكس ما بتزبط. لازم يكونوا مثل نوعيه شعرك ونفس الكثافه، نعطي الفورم الصح للشعر حتى يطلع متناسق مع الست. اوكي، عشان ما تجيش واحده شعرها خفيف، احنا كستات وبنات ما بنبقاش فاهمين في الحاجات دي. صحيح. فبنبقى شعري خفيف اللي هو انا رايحه عايزه شعري طويل وتقيل وبتاع، فاللي هو في فرق. اوكي، بيطلع في فرق بالمنظر، ما بيصيرش طبعا. اكيد. طب ايه انواع تركيبات الشعر يا استاذ بسام؟ في كذا نوع، عندك السليك الاكستنشن الكليبس اللي هو بينشال وبينحط يومي، اللي هو التيك توك ده. ايوه التيك توك. أوكي. عندك هير تايب اسمه الكوكيز نحن بنسميه او التايب، وعندك نانو هير. التايب ده اللي هو، معلش عشان بس افهم الستات والبنات، اللي هو التلزيق. التلزيق اوكي، الدبل فيس. الدبل فيس يعني. اوكي، بينشال وبينحط كل 3 اشهر. اوكي، بيطول شعر الست، بنرجع بنشيله بنعمله ريموف بنرجع بنحطه ونركبه تاني. سيم. اوكي، لانه الشعر طبيعي. انا عندي الشعر بينزل ويفي وتقل الشعره 50 جرام الباكيه. اوكي، الاسباني بيجي 40 جرام، فانت من هون الزبون او الحلاق لازم يعرف شو عم يستعمل. الاسباني 40 جرام، طب وال 50 ده ايه؟ شعر طبيعي. طبيعي هون بتعرفي اذا طبيعي ولا اسباني. اوكي، بس تروح عند الحلاق تقول له زل لي اياها عمل معروف. بس تكون 40 لحالها بتعرف انه اسباني، فمن هون هي دي بتعرف. دي معلومة حلوة طبعًا. جدا، واللي هو أي حد يقدر يكتشفها. أكيد. ما فيش حدا يعني يلعب مع حدا لأنه ده له أصول. طيب إحنا كده قلنا أنواع الشعر اللي هو التيك توك اللي هو الكليبسات. صحيح. واللزقة والدبل فيس، وإيه النوع التاني؟ والهير نانو اللي هو بيجي حبة حبة اسمه هير كيراتين. ده بقى الجديد قوي يعني. صح. تقريبا ده هل ده أصح للشعر؟ أصح للشعر طبعا، بس بدك حدا يكون بروفيشنال يعرف يعمله، لأنه إذا ما حدا بيعرف يعمله مشاكله كتير سيئة. زي يعني طريقة التلزيق قد ايه، كمية التلزيق قد ايه، الشعر مثلا لازم يركب له بين 200 و300 حبة. في ناس تيجي بتقول له حط لي 400 حبة، هو عايز يبيع. تقيل على الشعر طبعا. اوكي، اشتغل صح بتلاقي نتيجة صح. طيب بما ان حضرتك بتتكلم في اللزق والكلام ده، هل الجلو او اللزق بتاع التيك اللي هو بتاع الدبل فيس او اللي هو النانو الجديد ده بيفرق؟ يعني اجي اشتري مثلا من استاذ بسام شعر واروح الزقه عند حد تاني الاقي شعري باظ؟ طبعا هو اساس التلزيق، اذا التلزيق صح بيعطيكي الشعر مظبوطه، ما فيك تحطي يعني تلزيق نوعه مش منيح او منيح، لازم يكون منيح. احنا بنعطيهم مع تلزيقهم طبيعي. طيب لزق الشعر
بيتجاب برضه حضرتك بتستوده من بره وبتصدره لمصر والكلام ده كله طبعًا طبعًا. ولا يعني ملوش لازمه قوي زي الشعر؟ لا لازم يكون له اساس، لانه لازم يكون يعني الماني مرتب، مش براند مرتب بيحمي زبوني، مش يقصد كل جمعه يكون قاعده بسهره تنزل خصله. اه بالظبط، بيحصل كتير طبعا بيحصل. هودي لانه من التلزيق، نوعيه التلزيق رخيصه، بس نوعيه التلزيق رخيصه طبعًا. يعني حتى اللزق بيغشوا فيه يعني طبعا عندنا غش في كل غش في كل حاجه. لا. عشان في بنات فعلا ممكن يقول لك ايه هروح من استاذ بسام شعر وحلو كل حاجه، بس انا بدل مثلا ما اكبه بالسعر الفلاني هروح اكبه بالسعر الفلاني، هبوظ الشعر وهبوظ شعرك بيروح كل شيء بالظبط. طيب عايزه بقى اسال حضرتك سؤال، فضل. هل ناوي تفتح لنا بيوتي سنتر في مصر؟ مبدئيا باذن الله طبعا عن قريب يعني، بس لنخلص نحن والشباب حنعمل سنتر مع اكيب بتفوت بس لتركيب الشعر. سنتر تركيب شعر بس. ما هو ده الواحد فعلا محتاجه يعني طبعًا. احنا محتاجين فعلا نروح سنتر نركب شعر ونطلع، مش اللي هو صالون وكذا صالون وكذا حاجه بس للشعر، لانه بيكون نحن مسؤولين عن الموضوع. انت ركبتي هون بيكون في كفيله على كل شيء. طيب ايه انواع الوان الشعر المتاحه عند حضرتك؟ كل الالوان نحن بنشتغلهم بالصبغات، يعني الحلاق بس يحكيني بيفتح كتالوج الصبغه اللي قدامه بيقول لي اعمل لي رقم 5 6 7 8 10. طب زي انا ما قبل عايز. ما اقطع حضرتك في الكلام، معانا على التليفون تقريبا مكالمه من مصفف شعر عالمي بودي رزق. اهلا بيك يا استاذ بودي. الو صباح الخير. صباح النور، ايه الاخبار؟ الله يخليك يا رب. ايه البرنامج الحلو هيدا يعني صراحه تسلمني. انا حبيت بس اعمل مداخله مع معانا استاذ بسام موسى. مسيو بسام موسى يعني من انظف الناس بصراحه واطيب الناس، هو بعدين مسؤول عن الموضه والجمال معاكم. بالظبط، عشان كده جبناه في الصحه والجمال اكيد يعني. كيف اخي بسام؟ حبيبي حبيبي، ميرسي على المداخله حبيبي بودي. منور الشاشه والله. الله يخليك. منور الشاشه حبيب قلبي. انا بس بدي اقول هيك يعني بصراحه ضميريا يعني من انظف الناس بصراحه وافضل شعر بتاخده من عندك بامانه يعني. حبيبي قلبي. وافضل كواليتي. دي شهاده طبعاً. جميله نعتز فيها. احنا انا هكلمكم بلغتكم شويه، اقول لكم احنا اقول لك مثلا احنا هيك مبسوطين صح كده؟ على اللبناني. اخش معاكم في اللبناني بقى. انا اللي بتعامل مع مسيو بسام اللي بتعامل معه 12 سنه بصراحه ولا مره خذلنا يعني بامانه يعني. والله يخليك. احلى شعر بتاخذيه من عنده واحلى الوان وبتقعد كثير وبنصح كل الناس. سمعت استاذ بسام فعلا سابقاه طبعا في الشعر. الله يخليك. والله صح يعني، لانه اهم شيء الضمير المهني والمعامله والمواعيد والصدق، هيدي اهم شيء بصراحه يعني. حقيقه انا عن جد بشكركم وميرسي على المقابله الحلوه وعلى الاستضافه. شكرا لمداخلتك واسعدتنا والله يا استاذ بودي. ميرسي ليك. شكرا يا استاذ بودي. ففعلا سمعتك سابقك. هو بيقول لك السمعه في كل حاجه طبعًا. يعني السمعه في كل حاجه، شغلك بيتكلم عليك، الماتيريال بتاعتك بتتكلم عليك، تركيب الشعر. عشان في ناس بتسترخص تروح تقول لك ايه ده انت هتروحي تجيبي شعر بكذا، لا ده انا هديهولك بكذا، وفي الاخر الاقي شعري باظ بالاكستنشن باظ بلون شعري مش مظبوط، وفي الاخر طب انا هجي لك مره واحده صحيح. وسمعتك اللي هيجي يسالني هقول له لا ده اي كلام. طب ليه ما بنعملش حاجه لقدام يعني؟ ليه بنسترخص او ليه مش عارفه الناس ليه بقت عندها الجشع في الحته دي في حاجات كتير؟ مش في ناس ما بتعرف، في ناس مثلا بتوثق بحلقينا بتبوظوها، في بتحقد بالظبط كرمال هيك هنعمل سنتر لكل شيء. طيب هل الفتره دي في اوفر للبنات ولا الاوفر كده مأجلينها شويه الفتره دي؟ لا لانه انت استضفتينا اكيد هنعمل اوفر من قبلك. بجد؟ والله خلاص كده. انا اول واحده هستغل الاوفر ده طبعا. انت فور فري طبعا ما فيش مشكله. تسلمي يا استاذ بسام. كل فروع ليباني ستاتش اوكي بكل انواع الشعر 25% للصبايا اللي بيجوا. 25% على الشعر؟ على كل انواع الشعر بالتركيب؟ بكل شيء. هناخد الكلمه منك والبنات هيجوا دلوقتي. طبعا ما فيش مشكله. انا هخلص واجري دلوقتي. 25% على تركيب الشعر وكل حاجه. صحيح. طيب هل حضرتك بتصدر بس الشعر ولا انا لو عايزه استاذ بسام يلزق لي شعر او يركب لي النانو او بتعمل بايدك؟ أكيد. انا اصلا اساسي حلق، انتقلت لبزنس الشعر يعني. انا عندي صالون كان ورحت على البزنس تبع الشعر لانه بعرف احكي مع الحلاق وبعرف ركب وبعرف كل حاجه.
طبعا احنا هنشوف الصور بتاعت حضرتك والصور الوان الشعر وكل حاجه على الشاشه طبعا. عشان البنات تعرف ان كل واحده تقول لك ايه لا ده انا لون شعري اكيد مش هتلاقي اكستنشن لونه. فانا اللي انا شفته بما ان انا شفته انا شفت الوان شعر انا ما اعرفش عنها حاجه يعني كل حاجه بدرجتها كل طبعا. حاجه بدرجتها موجوده لانه موجود كل الالوان كل زي كتالوج الصبغه احنا بنصبغهم شعر طبيعي ما بنجيبه مستورد الوان هيلا يعني لو حضرتك الشعر اسود وواحده جات لك مثلا شعرها احمر هتاخد الاسود ده تقول لها ثانيه واحده وتصبغ لها طبعا اعمل له احمر قدامها وتاخده وانا بستحممه بيعطي الشعر عندي ويفي ما بينزل نزول لانه شعر طبيعي طبعا انا شايفه الصور الوان الشعر بلوندات تلاقي يا جماعه اصفرات تلاقي دي قصه ولا دي غره اللي هي الغره اللي هي القصه بتجيب البيريك صح قصة. دي من قدام بتتركب من قدام بس صح اوكي وبتتثبت ولا طبعًا. دي بتتشال وبتتحط بتنشال وبتنحط طبعا اوكي دي تيك توك ايوه تيك توك تيك توك الوانات الشعر يعني شايف ده اللي انا بتكلم عنه اسود في افتح في بني في 100% كتير يعني الوان الشعر فعلا اي بنت يا بنات لون شعرها لو كان ايه انا عاجبني بقى ده جدا حاضرين تفكير ان انا هيبقى شعري غامق واحط معاه الجراي ده مظبوط نحن بنعمل راسين اسود ومن تحت جراي حتى يمشي مع الوج السواد ومن تحت يعطي اللون الفاتح انا عاجبني ده جدا اللي هو لو حد مش عايز يصبغ شعره او بنت مش عايز تصبغ شعرها تبوظه يا دوبك تحط الاكستنشن او تحط التركيبات الشعر يجي معاها اللوك حلو جدا ايه لانه هو الشعر بس تحممه هيطلع كده في شعر ويفي ينزل هو يعني ده ويفي صح ولو اخدت شاور او اتحممت بيبقى ويفي بيبقى ويفي طبعا مش بيفيد معايا مثل الشعر الشرقي تبعولنا لانه هو يعني شعر مش طبيعي مش محتاج اعمل شعر ده انا ده انا اجي اركب شعر واخرج وانزل واطلع وكل حاجه وخصوصا في الصيف صح في هو في ده كتير بيركبوا منه بالصيف اوكي بص الوان الشعر يعني في ده بقى شعر اللي هو من فوق غامق شويه ومن تحت نازل فاتح صحيح احنا بنسميه الامبري الامبري بيجي لونين اوكي في منه من كل الالوان راسين هذا النانو ده النانو صح اللي هو الفتله كده حبه ده بيبقى شكله ناتشورال اكتر استاذ سامي لانه فيكي تربطي من قدام ببين ستيكرز تبع التيب فيكي تعملي بوينتات دي بقى مشكلتنا فعلا نيجي نلم نلاقي الدبل فيس او اللزق بتاعنا احنا عم نركب من قدام نانو ومن ورا تيب ده لون كامل او مش عارفه طب ده لون شعرها الاساسي ايه والتركيب لونه ايه انا نفسي اعرف انا مش لاقي يعني مش عارفه الفرق لون شعر الراسين طالع جديد اوكي سابغين لما عاملين لها مع هايلايت ومركبين له نفس اللون يعني لون شعرها ماشي مع لون الاكستنشن طبعا مش مثلا شعرها غامق والاكستنشن هو اللي فاتح احنا بنحطهم مع بعض وبنصبغهم مع بعض على راسها بيطلعوا سيم كلر لانه شعر طبيعي لو مش طبيعي ما فينا هنفضل نكرر ونقول ان هو شعر طبيعي فاللي هو يعني ليك حق تعمل فيه اي حاجه صحيح. اكنه شعري الطبيعي وده اللي هو التيك توك تقريبا صح الاكستنشن الاكستنشن تيك توك اللي هو لو حد ما بيحبش يفضل لازق شعر على راسه بتشيل او بتحطه يومي بتشيل او بتحطه طيب انا عايزه اعرف بقى من حضرتك ايه الخطط الجايه لتطوير الشعر يعني تدخل لنا حاجه جديده في مصر او تعمل لنا حاجه جديده في خطط جايه لازم نحن عم نشتغل على براندات جديده وفرد جديد للنانو نازل جديد ما ببين للشعر ابدا مش مثل هذا التلزيق عم نحسن فيه ان شاء الله الايام الجايه حتشوفوا اشياء حلوه يعني هيبقى في حاجه جديده اكتر من النانو أكيد. كمان عم نشتغل عليها ان الله راضي اوكي استاذ بسام والله انت نورتنا وشرفتنا وان شاء الله نستضيفك معانا تاني وتالت ونحب نشوفك في مصر كتير الفتره الجايه طبعا اعزائي المشاهدين هنطلع لكم فاصل واستنوني الفقره الجايه رجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل التجميل والحاجات الجميله اللي انا عاملها لكم النهارده للسيدات والبنات فالنهارده معايا استاذه نبيله مالك صاحبه بيوتي سنتر نبيله ازيك يا نبيله الحمد لله الحمد لله عايزين بقى نعرف منك يا نبيله انت طبعا متخصصه في الاكلاك والضوافر فالنهارده هنستغلك بقى في الحته دي يعني هنسيب كل حاجه في السنتر وهنستغلك في الحته دي عايزه اعرف انت بداتي مجال الضوافر ده امتى بصي انا بدات تقريبا من 5 سنين يعني طبعا فضلت اشتغل في هنا وهنا وهنا لغايه ما الحمد لله فتحت البيزي صالون بتاعي يعني انت الاول كنت بتشتغلي
ضوافي برضه لغايه ما ربنا كرمك وفتحتي البيتزا. تمام. شايفين ده اللي بتكلم عليه يا بنات الحلقات اللي فاتت، اللي هو اشتغلوا واعملوا حاجه ما توقفوش. اتفرمنا يعني. صح. اللي هو فعلا حاجه بتيجي بالفعل، بني ادم بيقع ويقوم بيقع ويقوم، عشان في بنات بتيجي تقول لك لا انا مش لاقيه شغل، انا هعمل ايه، انا ما بفهمش في حاجه، انا ما كملتش دراستي. لا، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها يعني. من غير مقاطعتك يعني. لا لا ولا يهمك. اوكي. فبداتي من 5 سنين وبعدين فتحتي البيوتي سنتر بتاعك. طيب السؤال المشهور اللي كل البنات بتتلخبط فيه، ايه الفرق بين الهارد جل والجل بولش؟ بصي الهارد جل، لا سوري، الاكليك. صح، الاكليك والهارد جل. تمام. الاكليك يعني بصي انا حتى وانا بسال السؤال بتلخبط فيه. تمام. الاكليك والهارد جل. بصي هي الماتيريال طبعا بتختلف. في ضوافر بينفع معاها الهارد جل وفي ضوافر بينفع معاها الاكريليك. الاكريليك باودر وليكويد وماده بتتصب على الضوافر بتتشكل بالشكل اللي احنا عايزينه. الهارد جل ماده هلاميه يعني شبه الجل شويه. في ضوافر بتبقى دهنيه ما ينفعش معاها هارد جل، بتنطر بسرعه بعد كام يوم. ده بقى فعلا انا يعني الحته دي حلوه جدا. ليه؟ لان انا حصلت معايا، انا رحت عملت هارد جل اللي هو زي المانيكير بس اتقل شويه كده. صح. تمام. وبعد يومين ثلاثه لقيت ان ده اتشال والضفر الصغير اتشال. هل ده عيب مني انا ولا عيب من الماتيريال؟ يعني بصي انا قلت عيب الماتيريال، فاهمه؟ مش هنقدر نحدد من ايه، لان هو ممكن يبقى عيب فينش، عيب ماتيريال، عيب تقفيل. ممكن تكون ضوافرك اوريدي دهنيه فبتنطر الهارد جل والجل بول شويه. يعني في ضوافر يا بنات دهنيه ما بتقبلش الهارد جل. دي بيبقى احسن لها كتير الاكلاج. الاكلاج. طب انت بتعرفي تحدديها؟ يعني بصي على الضفر بتاعي تعرفي انها هينفع معايا؟ بصي يعني في ضوافر بتبقى باينه وفي ضوافر بتبين بعد اول مره. بعرف ان هو لا ده نطره بعد قد ايه، نطره يعني بالشكل ايه. فانا بقدر. طب بيني وبينك كده، بيني وبينك كده ما حدش سمعنا غير الجمهور بس. بس ايه الاحسن؟ يعني انت بتنصحي البنات عشان احافظ على ضوافري الاساسيه، اكليك ولا هارد جل؟ عشان ما حدش بيقدر يرد علينا خالص السؤال ده. بصي للامانه يعني احنا عشان نحافظ على ضوافرنا الاساسيه احنا هنعمل جل بولش تريتمنت. بس حاجه ثالثه خالص. بس يعني برضو عايزه اوضح حاجه، التريتمنت ده مش حاجه هتعالج لي ضفري هتغذيه فيتامين، لا. دي حاجه بتدي كفر للضفر حلو، فبتحافظ على الضفر انه ما يتكسرش فبيطول. فاحنا بدل ما بقينا بنروح نطول ضوافرنا بقينا نروح نقصر ضوافرنا لان ضوافرنا بتطول. دي حاجه بتبقى يعني مش ارتفيشال قوي، يعني بتبقى معقوله باينه ناتورال اكتر يعني. طب نبيله، بما ان الصيف خلص والالوان الفوسفوريك الفقعه خلصت، الاخضر والاصفر والكلام اللي احنا بنحبه في ضفرنا ده، الوان الشتاء هل الصيف مكمل معانا ولا الوان الشتاء حاجه تانية خالص مختلفه؟ لا مكمل معانا، اللبني بدرجاته كلها طبعا. الله، انا كده حبيت. الازرق مكتسح 2023. البيجات طبعا اساسي، يعني الالوان الهاديه الوايت كده شويه هي اللي مكمله معانا طبعا. باستثناء النبيتي والاحمر والاسود والالوان الاساسيه بتاعه الشتاء. اوكي. هو كده الاساسي معانا في الشتاء تقريبا النبيتي والاسود واحمر تقريبا. بس الاسود تقريبا ما بيليقش على اي ايد، يعني بيبقى عايز ايد فاتحه ولا ايد يعني. لا هو على حسب، هو الاسود بيليق اكتر على الضوافر القصيره عشان ما تبقاش طويله وسودة شكلها كده الشيك ناتورال حلوه يعني. اوكي. احنا طبعا معانا سوا ولشغلك الجميل والرسومات اللي انت عاملاها. طيب سؤال بقى، ده حد كاتبه لي، هل ينفع اعمل اكليك على صوابع رجلي؟ لان صوابع رجلي كلها مش طول واحد. طبعا ينفع. هو بصي الاساس ان احنا بنعمل على الضوافر الكبيره، الضفرين الكبار بتوع الرجلين. الضوافر الصغيره على حسب حاله الضوافر ايه، في ضوافر بيبقى فيها مساحه بنعرف نبني عليها اكريليك. بس طبعا ما بيبقاش حاجه طويله، احنا بيبقى حاجه شكلها حلو ولطيف يعني. في ضوافر ما بيبقاش فيها مساحه للصغيرين، انا بتكلم عن الضوافر الصغيره. اوكي. لكن الكبار اساسي يعني. الكبار اساسي ان انا اعمل عليهم اكليك، بس الصغيرين يعني على حسب حاله الضفر في مساحه ولا لا. والاحسن كمان واحسن للرجلين الجل بولش. الجل بولش بيطول حلو قوي الضوافر. طبعا في فيديو معانا شغال اللي هو اللون ده لون ميتاليك ولا ده بيلمع ازاي ولا اسمه كات اي. كات اي. بيدي نفس الريفلكشن اللي في عينين القطط يعني. ايوه بالظبط، تحسي انت فعلا مبصه في عين قطه. ده من الالوانات الحلوه قوي. اوكي. طب ازاي بقى يا نبيله اتفادى اللي هو تكسير الضوافر؟ يعني بقى اروح اعمل ضوافري اكليك، البنات بتروح تعمل وبتدفع مبلغ وفي الاخر بتطلع تلاقي نفسها بعد يوم يومين ضفر اتكسر، ضفرين اتكسروا، فما تبقاش عارفه تعمل ايه. لا بصي هتحافظي على ضوافرك هتقعد معاكي.
هحافظ يعني على تمام. انت اوريدي عملتي خلاص في مكان تمام والفينيش وكل حاجه والماتيريال تمام، هيبقى المجهود كله عليكي انت. ما انا ما ينفعش مثلا افتح كنز، ما ينفعش ازق حاجه بضفري، اي حاجه هتكسر الضفر الطبيعي هتكسر الاكريليك. يعني ما اعرفش اعمل اكريليك واجع اتعامل انها اكنها ضوافي العاديه، وبعدين فاجي يعني اجي في الاخر اقول لك الحقيني يا نبيله الضوافي اتكسر. تمام، بس ما ببقاش حساسه قوي، لا بتصرف عادي يعني. بس اي حاجه جامده انا لو ضوافي طبيعيه اصلا بالظبط، انا لو ضوافي طبيعيه هخاف عليها ان انا افتح بيها كان او افتح بيها حاجه ناشفه او اي حاجه. طيب هل يا نبيله كل ما الضوافي بتطول كل ما هي عرضه للكسر؟ يعني انا كل ما اطول في ضوافي واعمل الاكليك طويل تتكسر مني اصلا؟ طبعا في اطوال بتبقى طويله قوي، دي بتتكسر بسهوله طبعا، بس برضو على حسب الاستخدام يعني. في ناس كتير بتبقى ضوافرها طويله بس ما بتستخدمش ايديها كتير، استخدامها اليومي شغل ايا كان، حاجات بتبقى خفيفه يعني، فلا بتقعد معاها طول عادي. لا وبالنسبه بقى الامهات، يعني انا بحب اتكلم على الامهات. لا صدقيني الامهات والستات يا عيني اللي بتبقى متبهدله طول اليوم، فده اللي بيبقى عايزين يحسسوا شويه على الضوافر. بالظبط، هو بيبقى يفضل ان يبقى الطول متوسط يعني. انا ام وضوافري طويله وعادي. طب انواع اشكال الضوافر يا نبيله، يعني انا مثلا عايزه اجي اقول لك انا ده انا بتلخبط فيه برضه يعني، فاهمه؟ عايزه اقول لك انا عايزه ضوافري عامله كده، بنقعد نقول عامله كده وعامله كده، فاهمه؟ طب هل دي ليها انواع يعني طبعاً. اسامي اجي اقول لك انا عايزه الضوافي كذا؟ يعني في الالموند اللي هو المدور اللي هو شبه اللوزه شويه، في السكوير اللي هو المربع اللي احنا عارفينه، الالموند اللي هو طويل شويه بس مديني دايره شويه من قدام كده، بس مش بوز، مش الاستاليتو يعني. لا مش اللي هو البوز قوي ده. اوكي، وفي الاوفال وفي الكوفن. الكوفن اللي هو بيبقى الاوفال اللي هو طويل مدور ومسحوب شويه لقدام، اوكي، ببوزه شويه. اوكي، الكوفن بيبقى كاري بس مسحوب من على الجناب، عارفه يعني كل حاجه ليها حاجه ليها اسم. طيب اعرف منين ان ايدي ليه عليها اني شكل ضوافر؟ انا بكرر لما بشوف الايد، صح؟ يعني لو انا قلت لك لا انا عايزه يا نبيله اعملها مربعه وانت شايفه ان الضوافر ما ينفعش خالص، يعني هتقولي لي؟ طبعا لازم يعني. بصي، في الضوافر الايدين اللي بتبقى مليانه مبطبطه شويه دي، أيوة، ما بينفعش معاها غير الكاريه. الضوافر العريضه ما ينفعش تتعمل مدور خالص، بيبقى شكلها مش حلو خالص. أوكي. الصوابع الرفيعه دي لما بتتعمل الالموند او الاوفال بتبقى شكلها حلو جدا. هل عامله اوفر للبنات الفتره دي نبيله؟ طبعا. او حد تبع البرنامج عندي؟ طبعا طبعا، انا بحب ادي البنات الاوفرات قوي. لا عامله اوفر طبعا لاي حد هيتصل من البرنامج، وعامه احنا عاملين اوفر حلو قوي 25%. 25% في المية على كل السيرفس. انا مدلعاكم يا بنات، عامله لكم 25% على الشعر، 25% على ضوافر. عايزه الاقي كل المصري بكره. احنا عندنا كمان تاتو، عايزه الاقي مصري كلها بكره، كل حاجه عندك. انت عندك كل حاجه في السيرفس؟ احنا الصالون في كل السيرفس اللي تخص كل البنانيت الحلوه والأم. انا ان شاء الله هستضيفك معايا تاني عشان احنا عايزين نعرف كل حاجه عن السنتر بتاعك. كل التفاصيل اكتر، عشان عارفه ان انت ما شاء الله بتقدمي حاجات كتير. فان شاء الله تكوني معانا ضيفه تاني. ميرسي نبيله، نورتينا. ميرسي، شكرا. اعزائي المشاهدين، استنوني يوم الثلاثاء الجاي، هتوحشوني.